تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر هذه العشرة وثمانية وربعين دقيقة. لقاءنا بكم مازال مستمر. غادي نمشيو مباشرة عند أمينة ابتسام من أكادير اللي مرافقنا أسبوع بالكامل بشيوات متنوعة. ألو أمينة. ألو صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله ربي يخليك. الله يبارك فيك. مرحبا. كل شيء على خير. مرحبا بكم. مرحبا بالناس ديال أكادير. نتمنى تكونوا على خير إن شاء الله. أمينة بربي يخليك الله يبارك فيك. تحية لك وتحية للطاقم التقني كامل وعلى سميحة. نتمنى لكم المزيد من التألق والتوفيق إن شاء الله. يا ربي أمين. يا ربي أمين. وتبارك الله على عتيقة حسني. تبارك الله عليها كدير شي واسع مقصد للناس كيقولوا فعلا ساهلين وبساط. إيه وبساط. إيه عندي لك واحد التحية أختي سلام من عند أختي خديجة بتيزني. إيه بالغيلة سلام. إيه الله يبارك فيك كتسلم عليك بزاف. وأنا نخلي التحية الآخر واخا إن شاء الله. برنامج إن شاء الله. إن شاء الله حبيبة ربي يخليك. نبداو على بركة الله. عندنا كتسلم عليك أختي نجمة من مراكش وحطيها جوج رغيفات ديك السيدة اللي كتلي بغات رغيفات مراكشية الطريقة المراكشية واخا. إيه إيه نعطيهم لك أولا. عندنا رغيفات هادو كيتقلاو وكيترشو بسكر كلاصي. عندنا مسكين ود الفوط. إيه عندنا ياغورت فاني. عندنا مسخمة الحلوة. عندنا صاصي الباري. عندنا بيضة شوية الملح معلقة كبيرة الزبدة والماء دافيلي العزي. نعود المقادير إيه سمحتي. إيه عندنا مسكينو د الفونس. عندنا ياغورت باني مسخمة الحلوة صاصي الباري. عندنا بيضة وحدة. عندنا شوية الملح ومعلقة كبيرة الزبدة والماء دافئ العزيز. وعندنا تزيين سكر كلاصي. عندنا كناخذ المقادير كنخلطوهم مزيان وكنجمعوهم بالماء وتدلك مزيان. كندلكوها مزيان وكليوها ترتاح شويه عاد كنكوروها كويرات صغار ونورقوها بالزيت عادي وكنطويوها على شكل مربع على سمسمنا مربعين كيف العاده. هي حتى كنكملوهم وكنقليوهم في الزيت سخونه ويتقلاو على عافية مهينة باش يجيو في الطياب ديالهم مقاد ومحمرين على جوج جوايز. ايه واخا صافي. وكنقطروهم وكنحطوهم وكنرشوهم بالسكر كلاصي. ما فيهاش خميرة معجونة غير السخمارة ديال الحلوى ياك؟ لا ما عندهاش. لا ما فيهاش خميرة معجونة فيها غير السخمارة. وهادي الغايات الاخرين كيكونوا معتدلين. عندنا كيلو لارو بالفوط. ايه عندنا معلقة صغيرة السنيدة. عندنا شوية الملح. عندنا معلقة كبيرة خميرة معجونة كتكون مدوبة في كاس الحليب دافي. وعندنا شوية الماء للعادي إذا خصنا الماء. عندنا كيلو لاروب الفوص. عندنا معلقة صغيرة السنيدة. عندنا شوية الملح. معلقة كبيرة خميرة معجونة تكون مدوبة في كاس الحليب دافي. وعندنا شوية الماء للعادي. عندنا كنخلطو العناصر عاوتاني مزيان كل العناصر وكندلكوها مزيان ونخليوها في خمرة حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد كناخدوها كنورقوها بالمدلك وكنرشو النشا مزيان. إيه كنورقوها بالنشا اللي كنورقوها وكنقطعوها مثلثات شي زجاجة ولا إيه كنقطعوها مثلثات وكنتوتوها شوية من داك النشا عاد كنقيوها في الزيت. الزيت تكون سخونة ويتحمرو وكنطفيوهم في العسل. وملي كنقطروهم كنرشو عليهم اللي بغينا اما اللوز محمر اما الزجاج اما الكاوكاو الكوك اللي بغينا. صافو كيتقدمو كيجيو زوينين فعلا وساهلين. الله يعطيها الصحة. نجمة من مراكش تحياتنا ليها ومشكور على الرغيفات اللي قدمتنا. هي تحية ليها بزاف كنشكروها بزاف. هي عندنا انا نعطيكم ان شاء الله رغيفات صغار معمرين بالتفاح معسل. عندنا نص كيلو د الفوز. عندنا نص ربعة د الفينو. عندنا شوية د الملح. عندنا معلقة كبيرة سنيدة. معلقة كبيرة الحليب غبرة. معلقة كبيرة الزبدة تكون رطبة. ايه وعندنا شوية الخل غير قطيرة الخل وجوج خمارات الحلوة وفاني بس نسمو ولا نروح بالنوبة اللي كان نديرو فيه غير شوية ولا نديرو غير صاصي الفاني. تفضلي. نعاود المقادير. عندنا نص كيلو الضفار نص ربع عاد الفينو شوية الملح
معلقه كبيره السنيده، معلقه كبيره الحليب غبره، معلقه كبيره الزبده تكون رطبه، قصيره الخل، جوج خمارات وفاني او روح النوبه. تنجمع العجينه تندلكوها مزيان بالماء دافي، تجي مخوفه شويه، وكندهنوها بالزيت ونغطيوها بميكرو ونخليوها ترتاح. كنمشيو الحشوه ديال التفاح معسل، تناخدو التفاح القبل اللي بغينا حيت على حسب نعمروهم شويه، تناخدو التفاح كنقشروه وكنقيوه وكنقطعو مربعات صغار. كنديرو في المقلة مع معلقة صغيرة بعصير الحامض ومعلقة كبيرة الزبدة، وكنحركو فيه نحركو حتى يدبل، كنحركو فيه حتى يدبل. يعني ملي كيدبل كنزيدو ليه جوج معالق كبار ديال بودرة اللز وجوج معالق كبار ديال سنيدة أو معلقة كبيرة ديال العسل، اللي كان إما سنيدة جوج معالق إما معلقة كبيرة ديال العسل، وكنخلطو العناصر مزيان حتى يتعسل داك التفاح، وكنخليوه يبرد. وكنمشيو للعجينة كنقطعوها كويرات صغار، تقريبا خرجت ليا 24 كويرة صغيرة. وكنورقوها مزيان، كنورقوها بشوية الزبدة مدوبة مخلطة مع شوية الزيت، غير ما كنورقوهاش بزاف كتوقع، المهم كنورقوها كتجي ما تكونش بحال المسمن العادي. وكناخدو كنديرو شوية الحشوة في الوسط، وكنطويو عليها واحد الجنب، الجنب اليمين ديالنا، وكنديرو شوية الحشوة الثاني من الفوق، عاد كنلويو عليها الجنب الآخر، باش كيجي على شكل طولي، من بعد عاد كنطويوها على شكل مربع، على شكل مسمنة مربعة، صافي كنحطوها في اللاطا حتى نكملو المسمنة كاملين، في اللاطا مدهونة ولا في اللاطا مفروشة بالفطية ستي غيزي. الله يعطيك الصحة، تفضلي. الله يعطيك الصحة، تسهلين. الله يبارك فيك. كناخدو واحد البيضة مطربة، كنطربوها مع شوية السنيدة غير شوية، معلقة صغيرة تقريبا، وشوية الحليب غبرة، معلقة صغيرة الحليب غبرة، وقطيرة الدخن. كنخلطو ديك البيضة كنطربوها مع سنيدة وحليب غبرة وقطيرة الدخن، وكندهنو بها التفاح من الفوق، وناخدو واحد التفاحة كنقشوها ونقيوها مزيان، وكنحكوها في الحتاقة الغليظة. كنزيدو عليها معلقة صغيرة ونص ديال سنيدة، ومعلقة صغيرة الحامض، عصير الحامض، كيتخلطو مزيان، اللي عندو اللوز راه كيخلط مع اللوز مع الهمس، اللي ما عندوش بلاص، وكنرشوه من دوك الغيطات من الفوق اللي دهناهم، وكندخلوهم مباشرة للصواني تيبغيو يتحمرو، وكنقدموهم مرشوشين بالصاكلاطي أو مدهونين بالنطاش. لا يعطيك الصحة، ساهلين وبساط، والوليدات يعجبوهم هكا اللي ما تياكلوش التفاح بهذا الشكل. اييه حلوين. عندنا واحد المسمن معمر بالثوم. تفضلي. عندنا هو معمر بالثوم بشعيرة ثانية، كيطيب في المقلة ثقيلة. عندنا في العجينة المسمن عندنا ربعة بالفول، هادي يمكن ديرها سيدة ديما في العجينة ديالها اللي غادي تعمر، ديما تدي زوينة هاد العجينة. عندنا ربعة بالفول وربعة الفينو وشوية الملح ومعلقة صغيرة السنيدة ومعلقة صغيرة الزبدة وشوية الإبزار وخمارة الحلوة ومعلقة صغيرة الحليب غبرة والماء دافي للعازي وقبيصة خميرة معجونة غير قبصة صغيرة. عندنا ربعة الفول ربعة الفينو شوية الملح معلقة صغيرة السنيدة معلقة صغيرة الزبدة شوية الإبزار خمارة الحلوة ومعلقة صغيرة الحليب غبرة وقبصة قبصة خميرة معجونة شوية والماء دافي. واللي بغاتها يكونوا حلوين كتحيد الإبزار، كتحيد غير الإبزار وتعمل نفس العجينة. كنعجنو هاد العجينة مزيان وكندلكوها مزيان، كدير صبا وكنخليوها 10 دقائق ترتاح، من بعد كنقطعوها كويرات صغار وكندهنوهم بالزيت وتصعها عاوتاني 5 دقائق عاد نخدمو بيها ترتاح. هي عندنا في الحشوة عندنا علبة الصوم، عندنا فلفلة قدرة مقطعة مربعات صغار، عندنا بصلة مصلدة، عندنا خيزيوة محكوكة وحدة، عندنا شوية الزيتون خضرا مقطع دوائر، عندنا شوية الشعرية صينية كنرطبوها وكنقطعوها، من بعد عندنا شوية الهريسة اختياري اللي كيبغي الحال، عندنا شوية الدبزة والتحميرة
وشوية سكنجبير وشوية الزعفران، الزعفران البلدي، وعندنا شوية الملح والزيت المائدة باش نشحرو. مفهومين الحشوة؟ إيه نعاودوها؟ واخا إلا بغيتي؟ إيه عندنا علبة بالطوم، عندنا فلفلة خضراء مقطعة مربعات صغار، عندنا بصلة مسلطة، عندنا خيزوة محقوقة وحدة تكون محقوقة في الحقيقة رقيقة، عندنا زيت الخضر مقطع دوائر، عندنا شعرية صينية مرطبة مقبل مقطعة قطع صغار، وعندنا الهريسة اختياري، وعندنا شوية البزار والتحميرة وشوية الزنجبيل وشوية الزعفران البلدي وشوية الملح والزيت المائدة باش نشحرو. اللي بغا الزيت البلدي يمكن تستعملها ماشي مشكل. كنحضرو الحشوة كنشحرو ديك البصيلة مع الزيت كتبان، وكنزيدو التوابل اللي ذكرنا وتشحرو مزيان، عاد كنزيدو خيزو محكوك ونحركو حتى يتبان حتى هو مع البصلة، عاد كنزيدو الزيتون وشوية الهريسة ونحركو ونخليوها 5 دقايق يتشحرو، عاد كنضيفو الشعرية الصينية ونحركو شوية وكنطفيو عليه، وعاد كنزيدو الثوم خارج النار، عاد كنزيدو الثوم نصفي وكنخلطو ونخليوه يتبرد شوية، نرجعو لديك العجينة نعجنو ملي كنعجنو العجينة وخليناها ترتاح وقت انا كويرة صغار وارتاحت عاوتاني، كناخدوها كنبصوها بشوية زيت الزبدة كنورقوها ونديرو الحشوة في الوسط ديال الثوم وكنطويوها مربعة وكنبسطوها شوية وكنرشو شوية الزيت في المقلة وكنطيبوها عادي بحال المسمن العادي. إيه وكنقدموها مسخانين مع واحد البزاز ديال أتاي أختي. إيه الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. باقي الوقت؟ واخا ضيفي لنا اقتراح أخير واخا. إيه نعطيك واحد البريوش، البريوش على سكر الزبيرة معمر بالكريم باتيسي والشوكلاط. يلا واخا. إيه عندنا نص كيلو دقيق، عندنا 50 غرام سنيدة، عندنا شوية الملح، عندنا 180 غرام ديال الزبدة مقطعة مربعات، عندنا 4 البيضات، عندنا 20 غرام ديال الخبيرة معجونة مذوبة في شوية الماء وشوية الماء باش نعجنو العجينة، عندنا نص كيلو دقيق، 50 غرام سنيدة، شوية الملح، و 180 غرام ديال الزبدة مقطعة مربعات، عندنا 4 البيضات، 20 غرام خميرة معجونة مذوبة في شوية الماء وشوية الماء باش نعجنو العجينة الماء دافي شوية، وعندنا في التزيين عندنا الكونفيتير أو النفاج أو غير السكر كلاصي اللي بغات السيدة، وفي العمارة عندنا الكريم باتيسي اللي كنحضرو دائما، وعندنا في الشوكولاط أسود أو أبيض مقطعين مربعات صغار. مفهوم؟ إيه كنمشيو للطريقة كنخلطو اللي بغات هاد السيدة، أنا كثرت عليها هاد العجينة يمكن تنقص المقادير، دير غير نص المقادير بس تجرب في الأول، عندنا الطريقة والله يجي زوين والله كيجي رائع. كنخلطو الدقيق مع سنيدة والملح والزبدة وكنخلطوهم بالأصابع ديالنا مزيان حتى يتصمن، عاد كنزيدو داك البيض وكنخلطو ونزيدو الخميرة مذوبة في الماء ونخلطو مزيان، إلا ما تجمعاتش العجينة هديك الساعة كنزيدو شوية الماء شوية الماء ونجمعوها وتدلك مزيان لمدة ربع ساعة، تدلك كندلكوها مزيان وكنخليوها ترتاح حتى تخمر، عاد كنضربوها شوية يخرج منها الهواء ديال الخميرة وكنطلقوها فوق الخامة بالبلة تكون رقيقة بزاف، ولكن ما تكونش عاوتاني بزاف ما تخرجش العجينة، المهم تكون رقيقة. من بعد كناخدو كنقطعو ليها الجناب بس جينا على سطر مربع ولا مستطيلة كبيرة يكونوا مقادة من الجناب، نحيدو ليها الجناب شوية بالسكين بس جينا مربع مزيانة، كناخدو الوسط ديالها على الطول كنخليو الجوانب ياك، كناخدو الوسط ديالها في الطول كنديرو داك الكريم باتيسير على الطول، كنديروه كامل على الطول وكنديرو عليه دوك القطع ديال الشكلاط البيض والكحل يكونو كتار شوية يكونوا كثار شويه باش يجي زوين، كنرشوه من الفوق ديال الكريم باتيسيا وكناخدو الجنب الايمن الطور كنقطعوه عصريطه. مفهوم الطريقه؟ كنقطعوه عصريطه غير اذا كنقربو داك لاكريم ونحبسو ياك، وفي الجهه الاخرى اللي يطرح حتى هي كنقطعوها عصريطه مقابله مع الاخرى وصاريت
مقابل مع الاخر. اييه من بعد كان بحال الا كنطفلوها كناخذوا طرف منها الزيه على الكريمه وناخذوا الطرف الاخر على الكريمه. المهم كنديروها هكا بحال الا كنطفلو كنحطوا جنب على جنب من الجوانب من الجلد ياك. اييه هما الطريقه مفهوم. اييه وكناخذوها كنسدوها من الجنيبات على الزيه العرض كنسدوها باش ما تخرجش فيها العماره. اييه صافي كنحطوها في سلاطة مطوشة بالبابي سيكيغيزين وندهن الفوق البريوش من الفوق بصفاد البيض نخلط معاه الخل ونخليوها حتى تخمل. ملي كتخمل كنعاودوها بشوية ثاني مرة ثانية بداك البيض غير كندهنو غير بشوية. إلا كانت هديك الشيتة ديال السيليكون كتجي حسن ما كطيحش لينا شوية العزينة ملي كتخمل. كندهنوها بيها وكندخلوها طيب وتحمر. ملي كتخرج كندهنوها بالمربى ولا النباج باش تعطي ليها اللمعان وكنرشو شوية الزنيبات كلاصي وكتقطعها تدي زوينة بزاف وكدير زيدة كيبغيوها الوليدات بزاف. أكيد إن شاء الله تعجبهم والله يعطيك الصحة. تبارك الله عليك أمينة. تبارك الله عليك. مشكور على هذه الاقتراحات والتقي بك غدا ان شاء الله المزيد من الشهيوات والحلويات. رفقة أمينة أم ابتسام من أكادير اللي مشكورة جدا مشاركة معنا أسبوع بالك. كنجدو الترحاب والتحية الصباحية على كل مستمعينا الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. غادي نمشيو مباشرة عند أمينة أم ابتسام من أكادير ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي تشارك بنا معهم اليوم. ألو أمينة. الو صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك صباحتي؟ لاباس الحمد لله. بخير خايفه صحتي انت ياك؟ بارك الله فيك. الحمد لله على خطك. الله يبارك فيك. تحيه لك والطاقم كامل وجميع المستمعات. مرحبا بسلامك. واخا واحد التحيه بعدا واخا اختي سناء. واخا تفضلي. ايه عند التحيه كنحيي عائلتي كامله كنحييهم بزاف بالاخص اخواتاتي كاملين ووليداتهم وبالاخص والديا بالاخص كنحييهم بزاف وكنقول لهم راكم كنبغيكم بزاف وراكم ديما على راسي وعينيا وطول حياتي. وكنتمنى التحيه لفاطمه من تازه كنقول لها تبارك الله عليها بزاف في الشهيوات. وتحيه للزوج ديالي محمد وبناتي ابتسام وياسمين وعائلته الهواوي كامله. وكنحيي المستمعات كاملين اللي كيعرفوا امينه وابتسام وياسمين في اكادير. ونخليو التحيه لغدا ان شاء الله وبعد غدا للمستمعات الاخرين ان شاء الله. باش ما نطولش. تفضل امينه. ايه مرحبا. ايه عندي لك بعدا واحد التحيه من عند نعيمه من مراكش كتسلم عليك بزاف وقالت لي نوصل لك الرساله ديالها. قالت لي بلي بغات منك ومن المستمعات باش يعطيها الوصفات الحلويات وكيكات ما يكونش فيهم صفاد البيض ولا مكسره بحال اللي جبتي حيت هي عندها الحساسيه وما كتاكلش صفاد البيض. ما يكونش فيهم البيض ولا صفاد البيض وشنو عاوتاني؟ غير صفاد البيض هي واخا ما يكونش فيهم صفاد البيض والمكسرات. المكسرات واخا. اييه ان شاء الله. واخا كنتمنى المستمعات حيت كنعطيهم زعما انا داك الشيء اللي عندي. ايه ان شاء الله اكيد ان شاء الله. واخا عندنا نمشي للسهيوات ان شاء الله. عندنا واحد البصيله انا نحط الدجاج والبطاطا. ايه عندنا في المقادير واحد الدجاجه مغسوله مزيان ومكسره مزيان تكون ناشفه. عندنا في العطريه عندنا نصف كنزبير. عندنا شويه ديال الابزار. عندنا شويه ديال الملح. شويه ديال الثومه محكوكه. وشويه ديال الخرقوم البلدي. هاد الماء هاد العطريه كامله كنخلطوها بشويه ديال الماء. وكنشمروا بها داك الدجاج مزيان. غنمشي نقول الطريقه وفي نفس الوقت ايه كنصمرو ديك الدجاجه مزيان ديك التوابل مزيان وكنجمعو ليها الجينات ديالها مزيان ونخليوها تشرب ديك العطريه. نعاود دوك العطريه. عندنا الدجاجه مغسوله مزيان ومقطره مزيان. عندنا شويه ديال الزنجبيل شويه ديال الابزار شويه ديال الملح شويه ديال الثومه محكوكه وشويه ديال الخرقوم البلدي وكنخلطوهم بشويه ديال الماء وكنشملو بها ديك الدجاجه مزيان ونجمعو رجيلاتها وكنخليوها تشرب شويه. من بعد كنحطوها في الطنجره مع ديك العطريه ديالها كامله اللي كتطلق وكنزيدو عليها شويه ديال الزيت البلديه وواحد الورقه ديال سيدنا موسى. وكناخدو واحد الثوب ديال حالياتي كنديرو فيه شويه ديال الازيت. وشويه ديال الزعتر. وشويه ديال الزعتره. ايه ثوب حياتي كنديرو فيه الزيت وشويه ديال الزعتر وشويه ديال الزعتره. وكنسدوها وكنحطوها مع الدجاج. واخا. اللي درنا في الطنجره.
وكنزيدو عليها روبيتا مقبصة، تكون مقبصة ديال القزبر ومعدنس يكونوا مقبصين مع بعضياتهم، وكنديرو بصلة مسلطة وكنشحرو العناصر مزيان، كيتشحر مزيان الدجاج مع البصيلة ودوك التوابل، عاد كنرويو بالماء على حسب طياب الدجاج، صافي وكنخليوها طيب. وكنمشيو دابا للحشوة ملي كنخليو الدجاج يطيب، كنمشيو واحد الحشوة عندنا نستاد حتى حتى 8 د الفرماجات ل 40 عندنا كنعتو مزيان كيتوصل، وكنضيفو ليه 3 معالق كبار د المايونيز، اللي ما بغات المايونيز يعوض بلا كريم خيط واخا حتى هي كتزيد، وكنزيدو عليهم معلقة صغيرة د الموطارد وكنخلطوهم مزيان حتى نحصلو على واحد الصلصة الصلصة بداك الفرماج. اما المايونيز بوحدو مع الموطارد، اما الكريم فخيش، ولا الا بغينا نديرو الكريم فخيش مثلا الكريم فخيش مع الفرماج مع الموطارد، مع الموطارد اي معنى غير غنعوضو المايونيز بالكريم فخيش معنى القادم اي. وكنضيفو ليهم ملي كنحصلو على الصلصه كنضيفو ليهم شويه د المعدنوس مقطع مقطع رقيق، وشويه د الملح، وشويه د الزيت البلديه، وشويه د الحامض مصير مقطع مزيان صغير يكون مقرب مزيان تقريبا يتحام تقريبا إيه؟ المهم الناس كيخلطو كيدوقو على حسب الموضة اللي بغاو الملحة مفهوم؟ إيه إيه. وكنديرو الحامضة مصيرة تقريبا مقطعة مزيان تكون مقربة مزيان، وشوية د الإبزار، وشوية د الزيتون خضر مقطع دوائر، وشوية د الحار اللي كيبغي الحار اللي مبغاش على حسب الوليدات بدا ما يديرو، يدير غير قريقيطة تكون رقيقة شوية ماشي بزاف إيه. وكنخلطو العناصر مزيان، كنخلطوهم مع دوك داك الخليط ديال الفرماج وكناخدو هاد الخليط كنقسموه على زوج، النص ديالو كنخلطو معاه شعية صينية منصبة مسلمة ومقطعة مثل العادة، والنص الآخر كنخلطو معاه تقريبا زوج بطاطس متوسطين يكونو مقطعين مربعات صغار ومطلوقة في الماء والملح كيف كنديرو التسليق عادي، وكنقصيوها كنقصيوها كنشللوها بشوية د الماء داز عاد كتقصر مزيان عاد كنزيدوها على نص الخليط لاخر اللي عندنا ديال الفرماج مفهومة الطريقة إيه. وكناخدو ملي كنحصلو على جوج حشوات ملي كيطيب داك الدجاج كنهزو نقطروه وكنفسوه، كناخدو غير الهضية ديالو كنفسوه مزيان، وديك المريقة كنخليوها تختار شوية ديك البصلة إيه. كناخدو في المونتاج كناخدو لاطا ديالنا أو الليمون اللي كنديرو فيها الورقة البصيلة كنلبسوها بالورقة البصيلة كيف العادة هي طريقة البصيلة، وكندهنوها بشوية زبدة مذوبة مخلطة مع شوية الزيت، كندهنو بيها الورقة مزيان، وكناخدو الطبقة الأولى كنديرو الحشوة اللي فيها الشعرية الصينية كنسرحوها فيها مزيان، عاد كنسرحو عليها الحشوة الثانية اللي فيها البطاطا كتشرح حتى هي عليها مزيان، عاد كنديرو عليها داك الدجاج اللي صدنا ونسقيو للفوق بالمريقة ديالو اللي خاطرة مزيان، وكنسدو البصيلة ديالنا كيف العادة عادي وكنلمصوها مزيان، وحنا كنلصقو بالصفاد بالبيضة كاملة ولا بالصفاد البيض اللي كان هي كنلصقو بها الورقة مزيان وكنلمصوها مزيان وكنغلفوها عاوتاني بالوراق من الفوق، وكنديرو الجناب لتحت كنلصقوه من التحت باش تجي البصيلة مقادة صافي، وكندهنوها بشوية الزيتة والزبدة مذوبة وكتخلص فلان تحمر، ملي كتخرج كنزينوها بخطوط من الفرماج نحكو ولا على حسب الدين كل حدا تزيين اختياري. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. اختي سارة عندنا انت واحد الصبير مقلي معمول بالزيتون الحمر واخا ايه، وكنديرو في واحد العجينة بحال الشفت اللبينية كناخدو كيجي زوين بزاف، كناخدو السردينيس ديالنا على حسب كل سيدة كيلو ولا شحال بغات، كنقيوه وكنغسلوه مزيان مزيان وكنديروه كنغسلوه شوية بشوية الخل الماء ايه، وكنقطروه في تشيلة أخرى وكنقطروه مزيان، ملي كيتقطر كنفرشوه في شي بلاطو ديالنا يكون كبير ايه. نمشيو للحشوة عندنا 150 غرام ديال الزيتون الحمر بلا عظم يكون مقطع صغير كنزيدو عليه جوج دوز ثومة محكوكة كنزيدو عليه شوية د الهريسة وشوية د الكامون وشوية د الملح وشوية ديال الزعتر ولا الزعترة اللي كاينة في الدار
عندنا جوج معالق كبار زيت البلديه كنزيدوهم عليها، المهم جوج معالق كبار حتى ثلاثه معالق كبار ومعلقه كبيره ديال الخل، وكنخلطو مزيان عاد الشموله. اييه نعاودوها. عندنا 150 غرام ديال الزيتون الاحمر بلا عظم مقطع صغير، كنشويوه وكنحيدو ليه العظم حنايا بالقطعه ديالو وكنقطعوه صغير، وكنزيدو عليه جوج دوز الثومه محكوكه وشويه دهريسه وشويه الكمون وشويه الملح وشويه الزعتر او الزعتره. الملح المهم غير شويه حيت الزيتون مالح، المهم ندوقو هذيك الساعه كنديرو الملح باش ما يديروش الملح على سميتو، وشويه الزعتر ولا الزعتره وجوج معالق كبار حتى ثلاثه ديال الزيت البلديه ومعلقه كبيره ديال الخل. كنخلطو هاد الشموله مزيان، انا ما كنديرش فيها ربيع، اللي بغى يدير ربيع يديرو، حيت انا كندير بهاد الطريقه، اللي بغى زعما القزبور معدنوس يديرو. وكنخلطو العناصر مزيان، وكناخدو كل تزينه كنحطو عليها واحد شويه د الحشوه، كميه من الحشوه ايه، وكنغطيوها بتزينه اخرى ياك، كنخليوه جانبا وكنمشيو نوجدو واحد العجينه البنيه. واخا كناخدو في اناء كنديرو فيها ثلاثه د معالق كبار ديال الدقيق، المهم ثلاثه د معالق كبار حتى ربعه، منكثروش بزاف، وشويه د الملح واحد بيضه كامله، وكنخلطوهم بشويه د الحليب تقريبا نص كاس د الحليب، المهم مكتكونش جاريه بزاف مكتكونش ثقيله. كنخلطو العناصر مزيان بالفوي مزيان، وكناخدو الزيت كنديروها في المقلة مفهومة العجينة ياك سهلة. عندنا ثلاثة د معالق كبار حتى ربعة د معالق كبار ديال الدقيق، عندنا شوية د الملح وبيضة كاملة، وكنخلطو بالحليب نص كاس تقريبا ديال الحليب زائد، كنخلطو العناصر مزيان بالفوي، وكناخدو الزيت كنديروها في المقلة حتى تسخن، وناخدو ديك الزينة بشوية وكنغطوها بداك الخليط، وكنهزوها شويه حتى تقطر لينا شويه، عاد كنحطوها في الزيت تقلى ايه حتى تقلى على جوج جوايه، وكنقطروها في فوق شي ورق، وكنقدموها مع السلطات اللي بغينا، مع الطونش الحامض ولا البطاطا فريت ولا اللي بغاو. على حسب بلاتك الصحه الله يبارك فيك. اللي ما بغاتوش حيت كاين الناس اللي ما كيبغيوش القلي كياخذوا كيشفوا ملي كيعمروه كيشفوا غير في الباطه مدهونه، وكنديروا عليه شويه الزيت البلديه من الفوق وكندخلوه للفران. تبارك الله عليك امينه لو سمحتي، باقي الاقتراحات غادي ناخذوهم غدا لانه ما بقاش فينا الوقت، وتحياتنا لك ومشكوره جدا على هذه الاقتراحات اللي خدينا من عندك اليوم واللحظه كتشي العشرة وخمسة واربعين دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم، ورجعنا لكم مستمعينا أنتم في الاستماع دائما للبرنامج لمولاتي ومع فقرتنا المتنوعة. غادي نمشيو مباشرة عند أمينة أم ابتسام من أكادير اللي مشاركة معنا أسبوع بالكامل ونتعرفوا على الاقتراحات ديال اليوم. ألو ألو صباح الخير. صباح النور أمينة، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك. بارك الله فيك. بخير والعائلة كلشي الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نبداو بالتحية عفاك. واخا تفضلي. كنحيي مريم سليحه من وبر وعائلتها، كنحييها بزاف، تحيه لنجمه من مراكش وليدتها، تحيه رشيده ام ادم باكادير وعائلتها كنحييها بزاف، وتحيه نعيمه ام عيسى باكادير، وسعيده بالدار البيضاء، ونعيمه ام عليا وعابير، وتحيه لعيسى السعيدي كنشكروها بزاف على داكشي اللي كديروا معنا، وابتسام من مراكش اللي غبرات علينا، وتحيه سعاد من طاطا، تحيه لعائله التعاودي في اكادير، وملكه ام ساره وناديه ايريزي، وكل المستمعات اللي كيعرفوني كنحييهم بزاف، وكل المستمعات ميد غاديو ان شاء الله. مرحبا بسلامة، كنتمنى يكونوا في الاستماع، تحيه كبيره لكل المستمعات فين ما كانوا. نبداو على بركه الله امينه، مش ربح الوقت. عندي واحد الطاسه باقا سهله. ايه تفضلي. سهله وكتجي زوينه بزاف. عندنا واحد الزينواز، الزينواز سهله، عندنا واحد البيضه. عندنا خمسة معالق كبار ديال الزيت. ايه. عندنا ستة معالق كبار ديال عصير الليمون. عندنا سبعة معالق كبار حتى لثمانية ديال الدقيق. ايه. عندنا قفة د الملح. عندنا ثلاثة معالق كبار ديال سنيدة. عندنا خمارة وحدة ديال الحلوة. ايه. عندنا فاني ومعلقة كبيرة ديال الماء. الماء عادي ماشي سخون، عادي. ومعلقه صغيره ديال الخل. في الشينواز عندنا بيضه وحده، خمسه د معالق كبار ديال الزيت، سته د معالق كبار ديال عسل الليمون، سبعه د معالق كبار ديال الدقيق حتى لثمانيه، قفه د الملح، ثلاثه د معالق كبار ديال السنيده، خماره وحده،
واحد باني ومعلقة كبيرة ديال الماء عادي ومعلقة صغيرة ديال الخل. هاد العناصر كاملة كنخلطوها بالحوي بالتدريج كيف العادة، وكنصبوها في ليمون ديال الطوطة منشنفة من الجناب. المهم اللي عندها أي مود ديرها، غير أنا كيعجبني داك المشنف. وكندخلوها للفران بسيط، ولكن ما كنخليوهاش حتى تحمر بزاف، غير يذهب اللون ديالها وخرجوها نخليوها تبرد. وعندنا في الكريمة بالشكلاط، عندنا واحد الشاصي ديال كريم كريم غبرة بالنكهة في البيستاش. راه كيتباع دابا في اللوينات ديال البيستاش، في الفريز فيه أي نكهة بغيتي. هو ما بغيتش نقول سميته، ولكن هو شاصي صغير ومكتوب فيه كريم ديسير باتيسير. ياك؟ باش يعرفوا المستمعين. وعندنا كنديروه في كاطلونة، هو نمشيو بالطريقة نيشان. عندنا صافي كريم غبرة بالنكهة في البيستاش، كنديروه في كاطلونة مع أربعة معالق كبار ديال سنيدة، ونص لتر د الحليب، وكنحركو مزيان وفوق العافية حتى يطيب ويعقد بحال كريم باتيسير العادي. وكنحيدو وكنزيدو ليه معلقة صغيرة ديال الزبدة. ملي كنخلطو مع الزبدة ودو معاه مزيان، وكنصبوه فوق ديك الجنواز اللي طيبنا. راه هاد الكريمة كتجي زوينة بزاف. وكنديروها فوق الكيكة ديالنا، وكندخلوها تلاقا تبرد عادي. من بعد كنوجدو الكريمة الثانية في الشكلاط. عندنا رابعة وشوية ديال الحليب سائل، رابعة وتقريبا ونص ديال الكاس. هي 4 إتر ديال الحليب، ونضيفو واحد نص كاس ديال الحليب. ومعلقة كبيرة ونص ديال الغبرات الكريم باتيسير العادية كنعرفو. عندنا واحد فلون ديال الفريز ديال درهم ونص. وعندنا جوج معالق كبار ديال سنيدة. وعندنا 6 قطع ديال الشوكولاتة يكون النوع الممتاز. وعندنا معلقة صغيرة ديال الفليفوز، ومعلقة صغيرة ديال الزبدة. في الكريمة الثانية عندنا ربعة وشوية ربعة ونص كاس ديال الحليب السائل، معلقة كبيرة ونص ديال غبرات الكريم باتيسير غبرة العادية. عندنا فلور فريز ديال مونوس. عندنا جوج معالق كبار ديال سنيدة، وستة القطع ديال الشوكولاتة النوع الممتاز. اللي عندها غير الشوكولاتة العادي كديرو وتضيفو معاها معلقة صغيرة ديال الكاكاو. باش يجيك اللوغو زوين، ومعلقة صغيرة ديال الكليكوز، ومعلقة صغيرة ديال الزبدة. كنخلطو هاد العناصر كاملة في الكاسونة كيف العادة عادي. كنخلطو غير الحليب والغبرات الكريم باتيسير وداك سنيدة وداك الفلون. هادوك لي كنخلطو في اللول، وكنديرو فوق العافية حتى كيبدا كيغلى وكيعقد شوية، عاد كنزيدو دوك الشكلاط مقوضين رقاق. وكنحركو فيها حتى تذوب لينا وتعقد وتولي كريمة ديال الشكلاط. من بعد كنمشيو عليها وكنزيدو ديك الزبدة والكليكوز، وكنحركوها مزيان. من بعد كنصبوها فوق ديك الطبقة اللي درنا في الأول ديال الكريمة فوق الكيك. ملي كنديروها كنستفو عليها دوائر البنان من الجناب، من الفوق غير من الجنيبات، من الفوق ديال الكريمة. وكنديرو واحد الوريدة بالبنان عاوتاني من الوسط، وردة صغيرة، وكنحطو عليها حبة ملوكة معسلة من الفوق، وكندهنو داك البنان بالنباج، ويكون البنان ديجا مسقيناه بالحامض باش ما يكحلش. هي صافو كتقدم باردة، كدير لوغو زوين بزاف. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. عندي واحد كيكة عاوتاني طبقات باردة كريم وفريز. هي عندنا واحد الكيكة، عندنا جوج بيضات، كاس صغير ديال أتاي ديال سنيدة، كاس صغير ديال الزيت، نفس العباد ديال كاس صغير، عندنا نص كاس صغير ديال الماء سخون، عندنا ربع كاس صغير ديال عصير الحامض، فاني، خبزة ديال الملح، جوج كيسان ديال الدقيق، جوج خمانات. اللي بغا يديرها عادية هكا، اللي بغا يديرها مع معلقة كبيرة ديال الكاكاو. اللي بغا المستمعات، عندنا جوج بيضات، كاس صغير ديال اتاي سنيدة، كاس صغير ديال الزيت، نص كاس صغير ديال الماء سخون يكون سخون، ربع كاس صغير ديال عصير الحامض، واحد فاني،
قبصات الملح وجوج كيسان ديال الدقيق وجوج خمارات، واللي بغى يدير معاها معلقه كبيره ديال الكاكاو ولا يخليها عاديه. اييه هادو هما مقادير ديال الكيك، كنحطوهم كيس العاده وكنديروها في ليمون صيف عادي. ياك كنمشيو للكريمه الاولى، الطبقه الاولى ديالها كنديرو نص لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار ونص ديال الغبار في كريم باتيسيير، ثلاثة معالق كبار ديال السنيدة، قشرات حامضة محكوكة، واحد ياغورت صغير ديال درهم ديال الفاني أو ديال المتمن. ياك متبعين معاك تفضلي. عندنا نص لتر الحليب، جوج معالق كبار ونص الغبار في كريم باتيسيير، ثلاثة معالق كبار ديال السنيدة، قشرات حامضة محكوكة، ياغورت صغير ديال درهم إما فاني إما مسمس. كنخلطو هاد العناصر مزيان فوق العافية، كنخلطوهم أولا في كاسونة عاد كنديرو فوق العافية ما عدا الياغورت كنخليو في الأخير. كنخلطوها مزيان وكنطيبوها حتى تعقد وكنزيدو عليها داك الياغورت صغير. ملي كنزيدو عليها الياغورت يكون العافية مطفية ما يكونش على العافية، وحركوها مزيان وصبوها فوق الكيك اللي طيبنا. ودخل الثلاجة تبرد. كنمشيو للطبقة الثالثة، عندنا رابعة الحليب، معلقة كبيرة ونص ديال الغبار في كريم باتيسيير، نقيطة ما يكونش بزاف ديال الروح بالفريز، الروح بالفريز اللي ما عندهاش بلاك غير اللي عندها في الدار ديرو وعندنا طاس ديال الفريز يكون مقطع صغير ونشو عليه شوية الزنيدة باش يتلقى الماء ديالو، وعندنا معلقة كبيرة الزنيدة. بين المقادير باينه نعاود لكم ان شاء الله. عندنا رابعة الحليب، معلقة كبيرة ونص غبرة كريم باتيسيير، نقيطة ديال الروح الفريز اختياري اللي عندها يديرها اللي ما عندهاش بلاص، كاس الفريز مقطع صغير ونص عليه شوية السنيدة باش يتلق الماء ديالو، ومعلقة كبيرة السنيدة. في كاسرونة كنديرو ديك رابعة الحليب وديك الغبرة كريم باتيسيير وديك معلقة كبيرة السنيدة، وكنحركوهم مزيان وكنديرو فوق النار باش يعقد. ايه ياك ملي كيعقد كنزيدو ديك النقطة ديال الروح د الفريز، كنخليوها جانبا وكناخدو داك الفريز اللي قطعنا وطلق الماء ديالو مع سنيدة، كنديرو فوق العافية شوية مع قطرات ديال الحامض ومعلقة صغيرة ديال الزبدة. ايه ياك وكنحركو فيه حتى يتبان ليا شوية ويتعسل، من بعد كناخدو مباشرة وكنصبو على ديك الكريمة اللي وجدنا زيدنا فيها نقيطة ديال واحد الفريز. ايه تبقى اخرى كنخلطوها مزيان. ايه وكنصبوها على ديك الكريمة التانية اللي درنا فوق الكيك، راه كيعطي واحد اللون غوز من الفوق وفيه ديك الحبيبات بحال القطط ديال الفريز، كيبان فيه المنظر كيجي زوين. ملي كتبرد كناخدو ربعة الفريزات ولا خمسة كنغسلوهم مزيان وكنخليو ليهم التربوش ديالهم الخضر، كناخدوهم كنقطعوهم يكونوا حبات صغيرين وكنقطعوهم على شكل اسويطة وكنخليو داك التربوش شاداهم. ايه على شكل مروحة كنزينو بيه الوسط على شكل غوطة وكندهنوها بشوية بالنطاش صافي وكتقدم تكون باردة بزاف وكتقدم بالصحة والراحة كتجي له قوة والثاني مختلف. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك أمينة أم ابتسام من أكادير، مشكور على هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم، وأكيد ما تبقى من الاقتراحات ديال الأسبوع غادي تقدموا لنا غدا إن شاء الله. مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامج لامولاتي، وغادي نمشيو مباشره عند امينه ام ابتسام وياسمين من اكادير ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي تشارك بهم اليوم. الو صباح الخير. صباح النور امينه، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. بخير لك الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك. عندي لك واحد التحيه بعدا من عند سعيده. مرحبا. من طلبيده كتسلم عليك بزاف. مرحبا بسلامه. وقالت لك كتحنق عليك بزاف. بارك الله وفي الله يحفظها. التحيه كنحيي واحد ديك سميتها حفيده من مكناس كنحييها بزاف، واسماء الزواري، وتحيه لنا ام ياسين، وتحيه مالكه ام ايمان من الدار البيضاء وناديه من فاس. مرحبا بسلامهم.
عندي واحد سميتو عند مرات شفت المستمعات اللي كتعرف واحد الحلوه كيقولوا لي المعيشنا كتباع عندهم في مراكش فاللي كيقولوا لها المعيشنا فاللي كيقولوا لها المقروط ولكن هي قالت لك ما كتبداش بالسميده كتباع بحال الطبيعات وهي معيشنا كتقلى وتعسل واخا بغات طريقه تحضير ديال هاد المعيسله ياك د مراكش واخا يعني ان شاء الله لا راس العين مرحبا هي عندي لك شي اقتراحات ان شاء الله عندي واحد الكتاب الشطبات بالابيض للمستمعات اللي انا عندهم الحساسيه بالابيض واخا هي عندنا جوج كيسان ديال الحليب معلبه يمكن يعوضوه بعصير الليمون او بجوج ياغورت نسيت اللي عندها عندنا تاتو نص ديال سنيده قفصه الملح كاس معامص ديال الزيت حماله وحده جوج معالق كبار ديال الكاكاو جوج كيسان ديال الدقيق و50 غرام ديال الشوكولات الاسود مزور عندنا جوج كيسان ديال الحليب اما حليب اما عصير الليمون اما جوج ياغورت نسيت ليمون جوج كاس ونص ديال سنيده قفصه الملح كاس معامص ديال الزيت حماله وحده جوج معالق كبار ديال الكاكاو جوج كيسان ديال الدقيق 50 غرام ديال الشوكولات الاسود مذوب عندنا في الكريمه جوج كيسان ديال الماء جوج معالق كبار ديال الكاكاو جوج معالق كبار ديال النشا او كريم باتيسير غبره عندنا معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده اللي ما بغاش الحلاوه اكيد السكر اللي بغا السكر كيدير لك السكر عندنا في الكريمه جوج كيسان ديال الماء العلبه دائما جوج معالق كبار ديال الكاكاو جوج معالق كبار ديال النشا او كريم باتيسير غبره اللي موجود معلقه كبيره ديال الزبده معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده في الطريقه الكيك كنخلطو السوائل اللي عندنا مزيان كيف العاده عاد كنضيفو ليها الدقيق مغربل مع الخماره والكاكاو وكنخلطو مزيان وكنضيفو داك الشكلاط مذوب في الاخير داك 50 غرام ديال الشكلاط مذوب وكنصبو الخليط في المول ما يتعملوش المول الكبير بزاف غير يكون متوسط في المول وكندهنو يكون مدهون بالزبده مزيان ومرصوص بالكاكاو وكندخلوها للفران طيب عافية من هنا حتى طيب لينا هي كنمشيو للكريمه كناخدو العناصر ديال الكريمه مع هذا الزبده كنخلطوها في الخلاط الكهربائي كنخلطو فيه الماء والكاكاو والنشا او كريم باتيسيال وديك القهوه سريعة الذوبان والسكر كنخلطوهم مزيان في الخلاط الكهربائي عاد كنصبوها في كاسرونه وكنديرو فوق العافيه باش يعقد كنحركو فيه حتى يعقد ملي كيعقد عاد كنزيدو ديك الزبده في الاخر معلقه كبيره ديال الزبده وكنحركو مزيان وملي ملي كطيب الكيكه وكتبرد كناخدوها كنقسموها على جوج كندهنو الثانيه بديك الكريمه وكنحطو عليها الكيكه الاخر الثاني من الفوق وكنصبها بالكريمه كامله من على برا من الجناب ومن الفوق كامله بالكريمه وكنزينو هذيك الساعه كنرش عليها اللي بغات من الجنيبات ومن الفوق هي تزيني بقى اختياري الله يعطيك الصحه الله يبارك فيك عندي لك واحد الكغاطا نقصت انا بالشفاكيتي تجي زوين بزاف حتى الوليدات كيعجبوه عندنا باكية ديال الرابعة ديال الشفاكيتي اللي بغات ديرها بالمقارونية ديرها اللي بغات المستمع حيت انا درتو بالشفاكيتي كيجي زوين عندنا رابعة ديال الكفتة بالحل عندنا واحد فلفلة خضرا مقطعة مربعات صغار عندنا واحد مطيشة وحدة من قيام قطعة مربعات صغار بلا الزريعة عندنا واحد خيط زوا مقشرة مقطعة مربعات صغار ومسلوقة عندنا شوية بصل ماز الحكوك عندنا كاس بحليب سائل بالعباد العلبة عندنا زوج بيضات عندنا شوية الملح والإبزار عندنا زوج فرمازات مثلثين عندنا بصلة صغيرة مشكوكة أو مسلوقة دقيقة وعندنا شوية الزيت هادو هما المقادير نعاود اييه سمحتي تفضلي
هي عندنا واحد الباكيه ديال الرابعه ديال الباكيتي، المهم ديال الرابعه ولا نتسلحت عليها حسب الافراد الاسره. عندنا رابعه ديال القطع ديال اللحم، عندنا فلفله خضراء مقطعه مربعات صغار، عندنا واحد المطيشه وحده منقيه ومقطعه مربعات صغار وتكون بلا زريعه، عندنا خزوه مقشره مقطعه مربعات صغار ومسلوقه، عندنا الفرماج محكوم، عندنا كاس ديال الحليب سائل نعبرو بالكاس ديال العنبه، وعندنا جوج بيضات وشويه ديال الملح والابزار وجوج فرماجات مثلث، واحد البصله صغيره تكون مشكوكه او مشلضه رقيقه، وشويه الزيت اما الزيت البلديه اما العاديه اللي بغات تزيدها. هادو هما المقادير. وعندنا لاصوص البيشاميل انا درتو بلا الزبده كيجي زوين، لا ما دير فيه الزبده. عندنا معلقه كبيره ديال الفوس مغربل مع جوج معالق جوج كيسان عفوا ديال الحليب العنب ديال الحليب سائل بالعباد العنبه، وعندنا شويه ديال الملح والابزار وشويه ديال الفرماج محكوك. كنمشيو للطريقة، كنديرو الماء ديالنا في الطنجرة عادي غلام ديال مع الملح وشوية الزيت البلدية، ونقطعو فيها سباكيتي على جوج، كنقطعو ديك سباكيتي على جوج عاد كنرميها بديك الماء وخليها تسلق. ملي كتسلق كنطفيها ونسلوها بشوية ديال الماء بعد، وكندهنوها بالزيت البلدية. إيه تفضلي. في المقلاة كناخدو شوية الزيت كنسحرو فيها هذيك البصيله المحكوكه او المسلوطه الرقيقه اللي بغات، وكنحركوها حتى تدبال، عاد كنزيدو ديك الفلفله خضراء مقطعه مربعات صغار ونشحوهم مزيان ونفرطو عليهم ديك الكفته، وكنحركو باش تشحر الكفته مع العناصر، عاد كنزيدو في الاخر مطيشه بلا الزريعه مقطعه مربعات صغار وكنخلطو مزيان. في الاخير كنديرو داك الخيزو مسلوق ونسمو بالملح والابزار ونحركوه شويه ونطفيو عليه، وناخذوا الاناء ديال الفران يكون مربع ومستطيل، كندهنوه مزيان بالزبده وكنرشوا فيه على شابليو من الجوانب ومن التحت. ياك كناخذوا مفهوم اختي سلام؟ اي مفهوم. هي كناخذوا الخلاط تاع رباعي كنطحنوا فيه دوك جوج بيضات مع كاس ديال عنبة الحليب وشويه ديال الملح والابزار وديك جوج فرماجات مثلثين. كنطحنوهم مزيان وكنصبوا على الساكيتي اللي خلطنا معاها شويه الزيت البلديه. كنخلطوها مزيان مع العناصر وكنصبوها في الليمون ونقادوها مزيان في التحت ديالو القاعدة ديالو، كنسلقو فيها ديك الشطاكيتي مع الخليط، وكناخدو ديك الخضرة مع الكفتة كنديروها من الفوق ديك الحشوة كنديروها فوق ديك الشطاكيتي، وكناخدو لاصوص البيشاميل اللي كنحضروه كيف العادة كنخلطو كنديرو ديك الدقيق لا هذا ماشي ما فيه الزبده، كنخلطو غير الحليب مع الدقيق وشويه ديال الملح والابزار وكنديرو يعقد فوق البوطه. انت ما كديريش الزبده؟ كنديرو زعما، ولكن هذا يعني جربتي بهذا؟ وصراحة الزبده وممكن حتى الفرماج حتى هو كيعوضها وكيجي مزيان بالبشاميل. ايه الفرماج كيعقد وضف ليه الفرماج محكوك بزايد شويه. ايه كنخلطوه مع هو سخون، عاد كنصبوه فوق العماره من الفوق، وكنرشعو تاني بشوية ديال الفرماج الفوق من الفوق، وكنخليو في الفرن حتى يطيب، كيجي كيتقطع طريفات كيجي زوين بزاف. واللي ما بغاش البيض حيت على حساب المستمعات اللي ما كيعرفوش البيض، يمكن يديرو جوج بيضات يديرو غير البياض. كاين اللي عنده حساسية من الصفار. واخا. وكيجي زعما والله كيجي زوين بزاف. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. للأسف ما بقاش لنا الوقت أمينة. ما بقاش للاسف الوقت. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف على هذا الاسبوع المميز اللي قدمتي لنا هذه الاقتراحات اللي هما ساهلين وبساط، واكيد المستمعات يعجبوهم ويجربوهم ان شاء الله بالصحه والراحه. تحياتنا لك، مشكوره جدا امينه ام ابتسام وياسمين من اكادير على المشاركه ديالك اسبوع بالكامل.